الأول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني احنا بنتشرف بحضرتك الأول السامر على إن حضرتك لبيت الدعوة وحضرت معانا هنا. وطبعا يعني الأول عايزين نعرف الناس إيه سبب حضور حضرتك معانا هنا قدام مجلس الوزراء، وإحنا متصلين عشان قضية أختنا كاميليا. أنا جيت هنا عشان إن احنا مش مفروض ما نتفرقش، سواء بالاحداث اللي حصلت الاخيره او سواء هنا، احنا ما ينفعش نتفرق وما ينفعش نرجع نضرب في بعض. ربنا وحدنا في ميدان التحرير عشان نبني مصر ونبني محبه ونبني تفاهم ونبني رحمه ونبني سلام. ما ينفعش دلوقتي ان احنا نتفرق، لانه التفرقه دلوقتي كلنا هننهزم. احنا لسه البلد محتاجين نبنيها، لسه محتاجين نبني حريه، لسه محتاجين نبني فهم، فلازم الحاجات اللي احنا حاربنا مع بعض عشانها وربنا نصرنا نكمل فيها. الحريه والمحبه والسلام. احنا في ميدان التحرير كان الوقفات كلها سلميه، وربنا بالسلام نصرنا على القوات وعلى قوات الضرب والظلم وكده اهو. فلازم ما نتفرقش دلوقتي. يعني انا مثلا القضيه اللي هي الفاتت اللي هي بتاعت الكنيسه دي، انا ما كانش عايز المسيحيين يتظاهروا، كنت عايز المسلمين من نفسهم هم اللي يجوا، هم اللي يحكموا بالعدل والقسطاط ويشوفوا الشرع بيقول ايه ويعمل ايه. طيب حضرتك لما قررت تيجي هنا، هل حضرتك تشاورت مع حد او سالت حد وكان في اختلاف في الاراء، ولا حضرتك جيت من نفسك على طول؟ لا، انا كنت مع على اتصال بالشيخ مصطفى، وكان في واحد زميلي في ايام الثوره اسمه المهندس طه، ومع الدكتور علاء سويلم من الاخوان المسلمين، وقعدنا نتناقش نعمل ايه. كان في بعض الناس اراهم ان انا ما اجيش، احنا عايزين الدنيا تهدى مش عايزين الدنيا تزيد، وكان في راي نيجي عشان ناكد على الوحده وان احنا متفقين وان احنا ما نختلفش. طب بسال حضرتك سؤال تاني، موقف حضرتك دوت نبع من الثورة ولا هو من قبل الثورة أصلا؟ لا، من قبل الثورة. من قبل الثورة. يعني حضرتك شايف إن لابد إن إحنا أبناء وطن واحد، وبالأخص مطالب الحرية والعدالة لازم نقوم بها كلنا، سواء كان مسلمين أو مسيحيين. طبعا. تمام. وحضرتك أصلا المشاكل كلها جاية منين؟ جاية من الظلم وجاية من الفساد، وإن الواحد ما بيقولش رأيه والواحد ما بيعملش اللي هو عايزه وكل الحاجات دي. إحنا دلوقتي بنبتدي بنبني دولة حرة، كل واحد يقول رأيه والآخر يا يسمع الرأي يا ما يسمعش الرأي، وهو ده حق ربنا اداهوله. اذا كان ربنا ادانا الحق ان احنا نعصاه ونسمع كلامه، هل ينفع ان انسان يفرض رأيه على انسان اخر؟ لا، لابد من الحرية. طبعا لابد من الحرية. صحيح. وهل عبادتي تقبل لو هي بالعبودية؟ لازم العبودية تبقى فيها محبة. لازم العبودية فيها محبة. انا بعبد ربنا بارادتي مش ضد ارادتي. النهارده لو واحد ما بيصليش، هل ربنا بينزل ويكسر عظمه عشان يصلي؟ لا طبعا. لا، ربنا مديله حريه بالظبط. تمام، بحيث ان هو يعمل بعدين يتحاسب بعد كده في الاخره ان شاء الله. بالظبط كده. لكن طيب، هنا في الارض واحنا في الارض كل واحد ليه حريه الراي، والاخر ليه ان هو يقبل هذا الراي او لا يقبل. صحيح. هذا الراي. صحيح. المهم انه لما اوصل رايي ان هتاكد اللي قدامي فهم. طالما فهم يبقى انا خلاص، اللهم بلغت واللهم ايه. سؤال محرج شويه. لا قول. لا، حضرتك كنت جاي وهيبقى في وسط، عارف ان هيبقى في وسط مسلمين وناس ملتحين وغيره وكذا، يعني ما كنتش خايف انك تخش ممكن حد مثلا يقول حضرتك كده مش كويسه او يفكر انك جاي لغرض تاني او كذا؟ انا جاي وانا مستعد. انه لو ربنا اراد ان يحصل لي حاجه هنا، فانا بقول لكم بصراحه انا دمائي فداء المسلمين وفداء مصر. الله يبارك في حضرتك. بجد يعني احنا مش قادرين نعبر عن الحركه، عن يعني شكرنا للدعوه. ما فيش شكر، ما اصل انت اخواتي. الجميل انت اللي عرفته، يعني انت لو رجعت بسلسله النسب انتوا اخواتي. تمام. اختلفنا في الفكر، اختلفنا في الباقي، هنفضل اخوات. صحيح. عجبنا مش عجبنا هنفضل اخوات. أيوة. ففي حاجه من الاثنين، يا اما ننصاع لربنا ونتعامل مع بعض بحب وسلام، يا ننصاع للشيطان ونقتل بعض. تمام. هو الاسلام جاي عشان يموتني ولا جاي عشان يحييني؟ لا، الاسلام بالعكس، الاسلام دايما بيعصم دماء المسلمين وغير المسلمين. اللي هم في ذمه المسلمين، وفي نفس الوقت طالما احنا دلوقتي في 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 يعني شق واحد او حفره واحده، لازم كنا دلوقتي قلبنا على قلب بعض وايدينا على ايد بعض، ولا اذي جاري ولا جاري يأذيني، ولا اذي مسلم ولا مسلم يأذيني، ولا اذي مسيحي ولا مسيحي يأذيني. بالظبط كده. تمام. وديننا اصلا ديننا مليء في الايات القرانيه وفي الاحاديث النبويه بالحفاظ على الدماء، وبالاخص الدماء اللي لها عهد، وبالاخص كمان ديننا كمان امرنا بحفظ الجيره، وديننا امرنا بالمحبه. ايوه. ديننا امرنا بحاجات كتير جدا، ولكن في بعض من سوء التفاهم بيحصل، او بعض التسرع بيحصل في التصرفات، وبينتج عنه حاجات ناتجه عن النقص بالعلم الشرعي، ناتجه عن النقص باللي امرنا به ربنا من المحبه والود وغيره. ولكن في الاخر الامور دي كلها، طالما حضرتك منصف وانا منصف، طالما حضرتك طالب حريه وانا طالب حريه، لازم دلوقتي نجتمع مع بعض
في كل اللي بنتفق عليه بالظبط، ولو في نقطه خلاف نحلها مع بعض بالود، واللي احنا متفقين عليه اكتر بكتير جدا من اللي احنا مختلفين. يعني انا بقول ان ربنا اللي خلقنا واحد، ابونا وامنا ادم وحواء واحد، الارض اللي احنا عايشين عليها واحده، الهواء اللي بنتنفسه واحده، اللي بيخش سوري صدرك هو اللي بيخش صدري، اللي بيخش بطني هو اللي بيخش بطنك، فاحنا واحد، عجبنا ما عجبناش احنا واحد. فاحنا حاجه من الاثنين، يا يعني نمشي ورا ربنا ونمشي بالمحبه والحريه والسلام، يا يعني نمشي ورا الشيطان ونقتل بعض. الشيطان عايز يحيينا ولا عايز يموتنا؟ الشيطان طبعا بيقعد لنا يعني عايز يهلكنا. احنا لينا عدو واحد صحيح، لا هو المسلم ولا هو المسيح، العدو الواحد هو الشيطان. تمام. والشيطان يريد انه ان احنا نقضي على بعض صحيح، مش يريد ان احنا نعيش في حريه. ما يمكن انت النهارده مثلا حضرتك بتؤمن بالاسلام. تمام. الاسلام ده لو انت عايزني ابقى مسلم، ده الخيري ولا الشري؟ للخير طبعا. للخير. انا بقول مسيحي عايزك تبقى مسيحي، هل انا عايز كده لشرك ولا لخيرك؟ لا، انت حضرتك عايز بتدعو الحاجه انت مقتنع بيها بالخير. يعني هو بيقول كده، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا انا ولا انت عايزين نكون لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. صحيح. صحيح. والضال اللي هو الواحد اللي ماشي في سكه ومش عارف ان هو ماشي غلط، بس كله في الاخر بالاقتناع. ما طبعا بالاقتناع، بالحسنى. والرسول اول لما جه كان بيدعو بالحسنى ولا كان طبعا. حتى ربنا يرضى باللي حصل ده، في حاجه حصلت غلط نقول ايه اللي يتم فيها. لكن ما يعني مثلا انا اختلفت مع محمد، اجي اضرب حضرتك؟ لا طبعا. وانا مش هسكت. فانا دلوقتي انا بطلب منكم انه انتوا القضايا دلوقتي اللي هي فيها مشاكل انتوا تتدخلوا وتفضوها. تمام. في صراحه لو حكى حاجه والله لو سمح للاصوات المنصفه انها هي اللي تعلو. انا بقول لحضرتك وانا واثق من جهه تماما، مش هيبقى في مصر ولا مشكله ان شاء الله. معلش، ما هو برضه معلش لو حضرتك يعني تشوف الراجل مثلا جه وانا جيت، معلش حد ما بيقدر يقول على الكنائس اللي بتهدم دي بحرام، لان دي برضه بيوت ربنا. طب ما انت شفت كنيسه القديسيه. ايوه شفت منك الضربه. لا ما اعرفش يعني ما كان المهم ان كان تخطيط من وزير الداخليه حبيب العدلي عشان يعملوا فتنه طرفيه. مش عايزين نحتاج بعض، احنا عايزين حل. لا يا عم، امن الدوله كان السبب هو اللي عمل كل ده عشان يعمل فتنه طرفيه. في مشاكل حاصله، نتعاون نحل المشاكل مع بعض. ما ينفعش ان احنا نسيب بعضينا. هو حضرتك يعني في النهايه عايزين حضرتك توجه كلمه لعموم المصريين. عموما في كلمه هو اللي انا بقولها هنا، انه الحريه نحمي الحريه كلنا، كلنا نتضامن مع بعض ونطبق الحق والعداله لكل الناس. المفروض ان دين الاسلام هو دين الحق والعدل، فاحنا نطبق الحق والعدل في كل الموضوع. في مظلمه نتقدم مع بعض ونتكلم مع بعض ونشوف المظلمه تتحل. في واحد مظلوم مسجون ظلم او ممسوك ظلم، نطلعه وهو يختار هو عايز يروح فين ويعمل فين. وبالتالي برضه بالنسبه للاتجاه الثانيه، يعني انا مثلا المشكله اللي هي بتاعت الكنيسه المهدوده ديت، انا بطالب اخواتي المسلمين هم اللي يحلوها مش المسيحيين. أيوه. ولا الجيش. أيوه. انا مش عايزين قوه تفصل بيننا. أيوه. مش عايز انا الجيش يخش يضرب في اخواتي المسلمين. وده عايز انا الفكره، ده اللي كان بيحصل زمان. ده اللي كان بيحصل زمان بالفعل. ان ما كانش اصلا في اي مشاكل، في بعض حاجات كده حصلت، ما يعني ما مش وقت تفصيلها دلوقتي، خلقت اشكاليات كبيره وحصلت في مشاكل في النفوس اتراكمت على مدى عقود وسنين. فهي ديت اللي عامله بعض الاشكاليات دلوقتي مع بعض التصرفات من حبس واذلال للمسلمات الجدد او غيره، او من بعض الاعتداء على بعض الكنائس من بعض الناس اللي هي انا كان في ايه متعلقه في مبان تعيين، للاسف انا مش عارف نصها، انت تعرف نصها، اللي هي يعني لو جبت فلوس الدنيا كلها وحاولت تقلب بين قلوب الناس مش هتعرف. لو انفقت رأي الارض جميعا اقولها بقى الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. بالظبط، ربنا الف بينا. دلوقتي نرجع ننقسم تاني؟ لا طبعا، ولا نمسك في ربنا عمله ونكمل. دي الفرصه الكبيره جدا جدا جدا، دي الفرصه الكبيره جدا للتاليف ما بين كل الناس اللي مطالبهم واحده. بالظبط، على الاقل على الاقل لتحقيق المطالب، وبعد كده لو الناس انفضت عن بعض تنفض بالحسن وبالود. بالظبط، يبقى في حسن جيره وحسن ود. بالزبط. وتعامل طيب. نفضل فيك لان احنا بقى يعني لا انا اقصد يعني ايه، احنا دلوقتي طالبنا بحق معين والحق ده جالنا. ايوه، طالبنا بحق فلان وحق فلان جاله، طالبنا بحق علان وحق خلاص. احنا مش هنبقى مع بعض النهارده في الشارع طول ال 24 لا. خلصت الامور، كل واحد يرجع بيته ويحسن لجاره، يحسن لاخوه، يحسن لصديقه، واخد حضرتك سواء كان مسلم او نصراني وهكذا. وده دايما الاسلام بينادي بيه، والنصرانيه كمان بتنادي بيه. يعني وصايا السيد المسيح دايما المحبه والسلام والوصايا والتعليمات، التعليم من ربنا سبحانه وتعالى لينا يعني طبعا مليئه، واتمسك لنا بعض حاجات، ان بعض الايات اللي بتحط على الجهاد او كذا على انها ايه ايات سيف. ولكن لو فعلا زي ما حضرتك نظرت، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الفتوح الاسلاميه كان بيخير الناس، يعني الاسلام
او جزيه او قتال. طب اسلام ليه؟ بالاقتناع، اقتناعه بالاسلام اهلا وسهلا. طب جزيه ليه؟ علشان دلوقتي في ناس ماسكين الحكم معارضين اللي انا اوصل بفكري لعموم الناس دول، سواء اذا كانوا على ديانه وثنيه او على ديانه نصرانيه او غيره. اللي دفع الجزيه بقى خلاص انا حميته وطبقت عليه حمايتي، لو ما اقدرش احميه ما اخدش منه حاجه. ايوه. واخد من القاضي فقط. ايوه. تمام؟ ومقدارها بيبقى اقل من الزكاه اللي بتدفعها المسلمين. ايوه. تمام؟ في سبيل ان انا احافظ عليه. وفي نفس الوقت اللي انا اقدر اوصل رسالتي ليه. القتال ليه؟ علشان اشتغل الفصل اللي بينه وبينه، الراس ده مش عاوزنا اوصل للجسد. ايوه. زي مثلا كسرى فارس ما كانش عايز يوصل، ما كانش عايز المسلمين يوصلهم للشعب بتاعه. أيوة. لما ازح من على مسرح الاحداث ووصل المسلمين بالتعامل الطيب مع الناس، العراق كله دخل الاسلام وايران دخلت الاسلام. ما هو ادعو الى ربك بالايه؟ بالحكمه طبعا. بالظبط. فده ده الدين. الاسلام لم ينتشر ولن ينتشر بحد سيف، واحنا نرفض السيف. واخد بال حضرتك ازاي؟ بالاخص مع ابناء وطن. والله الذي لا اله غيره، اي انسان ليس على ديانة الإسلام، حياكم صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعامل معاملة طيبة إلا إن ظهر عداوته للإسلام. واجب شرعي على كل مسلم، واجب شرعي على كل مسلم إيصال الدعوة الإسلامية لكل واحد في العالم بالحكمة والموعظة الحسنة. والله لو نجحنا بالفعل في كده، سواء إذا كانت انتشرت الدعوة أو ما انتشرتش، هيبقى في محبة. بالزبط. اللي فضل على دينه ومرضاش يدخل الإسلام هو صديق، حتى لو مش اخويا من ديني، هو على الاقل خالص من دمه. على ايوه على الاقل خالص. يعني واحد وطني معايا في نفس وطني، واحد معايا في نفس جيرتي، في نفس بيتي، في نفس عمارتي. تمام. هو دمي، هو لحمي، هو يعني مش قادر الاقي تعبير كويس. طالما انسان لا يؤذيني ولا يؤذي، خلاص انتهت القضيه. وانت بتشوف اذيه من المسلمين بامانه؟ انا بصراحه الناس اللي انا تعاملت مع الناس اللي انا تعاملت معاهم لحد النهارده، الناس اللي انا تعاملت معاهم لحد النهارده كانت الحمد لله تعاملات حسنه. طب صدقني بما يرضي الله، انا كل اصحابي مسلمين ومن 50 يعني عندي 60 سنه بيجوني لحد دلوقتي. يعني من اصحابي من 40 سنه بيجوني. انا والدي كان له ناس في الشغل. والدي كان مدير عام في احد الشركات، فكان له ناس في الشغل منهم مسلمين ومسيحيين. فكان بعض المسيحيين متعرضين لاضطهاد معايا من المدير السابق. أيوة. ومش راضي يرقيهم. أيوة. بدون سبب. أيوة. تمام. هو حتى ولا كان ملتهي ولا كان يعني عادي، هو بني ادم، بس هو كده متضايق. أيوة. والدي بفضل الله سبحانه وتعالى اول ما مسك، الاول حق نعمله ان احنا نشوف الناس المظلومه. أيوة. سواء اذا كانوا مسلمين او مسيحيين. أيوة. نرد لهم حقهم. أيوة. رد لهم حقهم. أيوة. ترقيات، مكافئات، حوافز وغيره، ياخد حقه طالما بيشتغل. ايوه. لحد النهارده اتصالات في الاعياد. آه اتصالات طبعًا. في رمضان زيارات، ود متبادل، دين المعامله. تمام. بالظبط. هم قالوا ايه مش هو عمر بن الخطاب لما كان نايم تحت الشجره؟ قالوا له ايه؟ عدلت حكمت فعدلت فامنت نمت يا عمر. ربنا يصلح حالك. الله المستعان. احنا يعني في النهايه بنشكر حضرتك. يعني 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 النهارده مثلا الاحداث اللي حصلت دي، لو كان الاخوه المسلمين دخلوا هم حكموا كان خلص القصه. يعني انا مش عايز لا الجيش يخش ولا القوه تخش، انا عايز المسلمين بينهم بين نفسهم يحكموا بالعدل وشرع الله. لو ده يرضي ربنا بحسب الاسلام يعملوه، لو ده ما يرضيش ربنا يبقى نرجع اخواتنا، لانه قال لك كده انصف اخاك ظالما او مظلوما. لو ظالم ارجعه عن ظلمه، لو مظلوم اجيب له حقه. فانا عايز انه احنا اللي نخلص مشاكلنا، مش عايزين لا قوه تخش بينا ولا نتفرق عن بعض ولا نقف اعداء لبعض، لان احنا مش اعداء ومش هنبقى اعداء. تمام. زي المسلمين حضرتك ان شاء الله لما المسلمين هم اللي حموا الكنائس حضرتك في ايام الاحداث الاخيره، وكان الشغب وكده هم اللي كانوا بيحموا الكنائس. انا بقول التحرير كله كان مليان اخوه من الطرفين. انا بقول انا اخ كان اصلا نازل يعمل ايه؟ اي دين نازل يعمل ايه؟ رحمه، يهدي الناس ويرحمهم. انا دلوقتي الدين جاي بالرحمه، مش جاي عشان يموت الناس. دلوقتي واحد النهارده ما اقتنعش بمبدأ، ادي له فرصه، ما يمكن بكره يقتنع، ممكن بعده يقتنع. ادي له الفرصه اللي ربنا مديها له طول حياته. ممكن واحد قبل ما يموت خالص يتوب ويرجع لطريق ربنا. يوم اجي انا اقضي عليه وما خلوش يكمل. يوم الاربعاء قدامي موقعة الجمال. أي. كان بيكلمني اخ من الشباب اللي كانوا في التحرير. ايوه. كان معاه مجموعه كتير جدا من الاخوه الشباب المسلمين والتحرير وكده، وكان معاهم برضو بعض الاخوه المسلمين. فالمهم
اللي حصل طبعا بيجي وقت الصلاه فناس عايزين نصلهم بس مشغولين عايزين بيردوا البلطجيه وكذا فجم بعض الشباب المسيحيين قالوا لهم كلمه الاخ اصلا كل ما يشوف حد لازم يحكيها له يقول له وقفوا يا شيخ صلوا واحنا مش هنحميكم احنا هنديكم بارواحنا امين بجد والله قال لي نفس اللفظ كده كلمه جميله قال له اقف يا شيخ صلوا احنا مش هنحميكم احنا هنفديكم بارواحنا كلمه جميله حقيقه يعني كل ما يقابل حد يقول له الكلمات دي فهو قال يعني احنا قضينا ايام هناك ما كناش عارفين من المسلم من النصارى وهي طول عمرها كده مع بعض في الجيش وفي الحرب مع بعض ما حدش بيبقى عارف ده مين احنا عايزين ميدان التحرير يا عم مصر باذن الله ونفضل نعيش بروح التحرير على طول باذن الله روح حريه محبة سلام تعاون لانه مفيش لينا عدو واحد غير عدو واحد هو الشيطان والشر بس والمسيحيين في زي ما فيهم كويس فيهم وحش والمسلمين زي ما فيهم كويس فيهم وحش كلنا زي بعض وكلنا لازم نحترم كده والوحش نحاول نساعده انه يبقى كويس الانصاف والعداله والحريه في التعامل بالظبط ده اللي يجيب ان شاء الله الود الدائم ما بين كل الناس اللي عايشين في البلد دي أمين. وان شاء الله تعيش بلد مستقره وامنه ومسيره حريه باذن الله ان شاء الله الواحد يعمل فيها خير امين امين شكرا جدا على وجودك الله يخليك يا رب الله يبارك فيك انت وراجل الطيب ده محترم جدا اللي بيصور